آلام أسفل الظهر. طبعا احنا عارفين ان العمود الفقري يتكون من 33 فقرة، 7 فقرات عنقية و12 فقرة صدرية و5 فقرات قطنية و5 فقرات عجزية و4 فقرات عصعصية. أغلب مشاكل العمود الفقري دايما بتبقى متركزة في منطقتين، اللي هما منطقة الفقرات العنقية والفقرات القطنية. ده لأن الفقرات دي أكتر فقرات بيبقى فيها حركة، أو بيبقى المدى الحركي بتاعها أكتر من الفقرات التانية. كمان إحنا بنتكلم بالأخص النهاردة عن آلام أسفل الظهر، وهي دي الفقرات القطنية. طبعا زي ما قلنا إن المدى الحركي بتاعها والحركات بتاعتها كتيرة، وكمان بيبقى عليها وزن الجذع طبعا، فدايما بيحصل فيها خشونة وبيحصل فيها انزلاق غضروفي. آلام أسفل الظهر دي بتيجي دايما من العادات الخاطئة، زي أي حد بيقعد فترات طويلة أو بيقف فترات طويلة في وضع ثابت بدون حركة ممكن يؤدي إلى آلام أسفل الظهر. على سبيل المثال الناس اللي بتشتغل في أعمال مكتبية لفترات طويلة، طلبة بتذاكر أثناء الامتحانات، المهن اللي هي كلها بيبقى فيها أعمال مكتبية، الناس اللي بتسوق لفترات طويلة، السيدات في المنازل اللي بيقفوا فترات طويلة في المطبخ أو بيعملوا أعمال منزلية في وضع ثابت، كل ده بيؤدي إلى تقلص في عضلات الظهر، والتقلص ده بيعمل بعد كده يعني ضيق بين الفقرات، وممكن يعمل خشونة في الفقرات، وممكن يؤدي إلى انزلاق غضروفي، لأن الغضروف اللي هو موجود بين الفقرات ده ربنا خلقه سبحانه وتعالى من ألياف خارجية ومادة داخلية، مادة جيلاتينية فيها أغلب المحتوى الداخلي ليها من المية. فلما الإنسان بيقف لفترة طويلة بيحصل ضغط على الغضروف ده، فبيقل المرونة فيه، وبيبدأ يحصل ممكن تهتكات فيه، وبيبدأ يؤدي إلى انزلاق غضروفي. احنا لو غيرنا العادات دي وغيرنا من عادات الجلوس بتاعتنا والوقوف، هنبدأ هنحس بتحسن، ممكن نتفادى انه يحصل بعد كده آلام أسفل الظهر. مثلا لو حد بيقعد على مكتب لفترة طويلة ممكن كل نص ساعة يقوم يتحرك يتمشى شوية، ده بيساعد على الحركة دي بتساعد على توصيل الدم أو توصيل التغذية للغضاريف والغضاريف المغلفة للفقرات، فبالتالي نتلافى حدوث انزلاق غضروفي ونتلافى حدوث خشونة. السيدات اللي بتقف في المطبخ لفترات طويلة ممكن ترفع رجلها، تحط رجلها على حاجة، على كرسي صغير، رجل واحدة على كرسي صغير، وتبقى واقفة على الرجل التانية وتبدل ما بينهم، وممكن تتحرك هي وبتؤدي الأعمال المنزلية برضك، ده هيساعد معانا إنه يقلل الحمل على الغضاريف. الناس اللي بتسوق لفترات طويلة ممكن الواحد كل نص ساعة أو ساعة إلا ربع ينزل يلف حوالين العربية شوية أو يتحرك شوية، بحيث إنه يسمح للغضاريف بتاعته تاخد التغذية وما يحصلهوش مشاكل بعد كده. لما نيجي نشيل حاجة من الأرض مفروض ما نوطيش، نشيلها زي وضع الركوع، لكن ننزل على في وضع السكواتينج أو ننزل على الركب ونشيل الحاجة ونطلع بيها والظهر مستقيم، لأن ده بيقلل الحمل على الفقرات القطنية. الناس كمان اللي هما المفروض عندهم زيادة في دهون البطن، دي بتؤدي إلى كل حمل أو كل كيلو في البطن بيأثر حوالي ما يعادل 6 كيلو على الظهر، محتاج حمل من العضلات اللي هي في حوالين الفقرات القطنية عشان تقدر تواجه اللي هو زيادة في دهون البطن. فعشان كده أي حد لازم يحافظ على وزنه عشان ما يعملش آلام في الفقرات القطنية. آخر حاجة النوم، مفروض أي إنسان ينام على مرتبة تكون مريحة للظهر، لا هي تكون طرية جدا بحيث إنه الظهر ما ياخدش الوضع الطبيعي، أو تكون ناشفة جدا بحيث إنها ممكن تتعب العضلات وتؤدي لتقلص العضلات. أفضل وضع إنه الإنسان ينام فيه ممكن ينام على جنبه ويحط مخدة على بين رجليه، يحط رجله عليها، لأنه ده بيبقى وضع مريح للفقرات القطنية.